ينضم إلينا من بيروت بشير خضر محافظ بعلبك. أهلا بك سيد بشير على شاشة أهلا بكم. الغد. بداية، كيف يمكن وصف الأوضاع في لبنان خصوصا في بعلبك وهذه الإنذارات بالإخلاء؟ نعم، طبعا على مستوى محافظة بعلبك الهرمل وهي المحافظة الأكبر في لبنان، تشكل 27% من مساحة لبنان في المناطق التي أشار إليها العدو الإسرائيلي وطلب السكان بإخلائها، يعني ولا سيما مدينة بعلبك والتي هي عاصمة المحافظة إضافة إلى بعض القرى والبلدات المحيطة بمدينة بعلبك. وهذه المنطقة تحديدا هي المنطقة ذات الكثافة السكانية الأكبر داخل محافظة بعلبك الهرمل. هناك حالة هلع بين المواطنين حاليا. طبعا المنطقة يعني سبق ونزع عدد كبير من أبنائها إلى خارجها، ولكن هناك أحياء ضمن مدينة بعلبك كانت تصنف أحياء آمنة، وهناك مراكز إيواء تابعة لدار الفتوى تم فتحها من قبل دار الفتوى في هذه الأحياء داخل مدينة بعلبك والتي لم تعد آمنة. فقد طلبنا من الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هذه بإخلائها، وطلبنا من جميع سكان المناطق التي أشار إليها العدو الإسرائيلي بضرورة إخلائها. هنا نتحدث عن عاصمة المحافظة مدينة بعلبك، ونحن أمام حركة نزوح لحوالي أكثر من 100,000 مواطن بالوقت الحالي. وقد طلبنا من المواطنين إما التوجه باتجاه بلدة عرسال في شمال المحافظة، أما التوجه إلى محافظة لبنان الشمالي عبر طريق عينات الأرز التي لا تزال متاحة ومفتوحة وهي آمنة. طيب سيد بشير، تعرضت بعلبك للعديد من الغارات واستهداف ممنهج للبنى التحتية وللبيوت، وفي الحقيقة شاهدنا أنه حتى البيوت التي دمرت من خلال كاميرتنا الغد التي زارت المواقع التي قصفت بأنها بيوت لمدنيين، بيوت لناس بسطاء، لا يوجد أسلحة، وكان هناك ألعاب، كان هناك أدوات منزل، هذا ما وجد داخل البيوت التي دمرت. لو تطلعنا أكثر أو تقربنا أكثر من طبيعة الأهداف التي كانت في مرمى نيران الاحتلال. نعم، كما أشرت أن معظم الضحايا كانوا من المدنيين، وللمفارقة أن ثلثي ضحايا الاعتداء الذي حصل منذ يومين على محافظة بعلبك الهرمل، ثلثي الضحايا كانوا من النساء والأطفال، بإشارة واضحة بأن الأهداف كانت بمعظمها أهداف مدنية. وأصبحنا في لبنان الجميع يعني يستطيع أن يميز، وأصبح لدينا خبرة بالصواريخ وبالانفجارات. عندما يتم استهداف أي مخزن للسلاح طبيعة الانفجار تختلف تماما عندما لا يكون هناك أي سلاح في الهدف. يعني عندما يكون هناك مستودع سلاح الانفجار هو أضخم بكثير، ويليه انفجارات تشبه المفرقعات نتيجة يعني احتراق السلاح الموجود داخل المخزن المستهدف. الشيء الذي لم نراه في الغارات التي حصلت منذ يومين على بعلبك الهرمل، لم نرى يعني انفجارات غير طبيعية وفيها تلتها انفجارات يعني في حال لو كان هناك سلاح. فبالتالي حكما كان يعني معظم الأهداف إن لم يكن جميع الأهداف يعني ذات طابع مدني وليس ذات طابع عسكري. علما أن بعلبك تبعد يعني عن جبهة الجنوب حوالي 200 كيلومتر، فبالتالي ليست منطقة قتال متقدمة. طيب سيد بشير، أيضا ضمن خريطة الإخلاء التي وضعها جيش الاحتلال، هناك استهداف لمناطق لآثار قديمة عمرها مئات السنين، ومعروف أنه بعلبك تعج يعني بالآثار الرومانية وغيرها من آثار الحضارات القديمة. نعم، حقيقة كما ذكرت بعلبك يعني في مدينة بعلبك تحديدا يوجد قلعة بعلبك، وهي أيقونة الآثار في لبنان، وهي عمره آلاف السنين. يعني هي بنيت على مراحل منذ الحقبة الفينيقية منذ 9,000 عام مرورا بالحقبة الرومانية والتي هي الأهم في هذه القلعة، يعني أثار عمرها أكثر من 2000 عام، وهي بالنسبة لنا كلبنانيين هي بمثابة الإهرامات لدى أشقائنا المصريين. هي هذه القلعة التي الموجودة على العملة اللبنانية والتي يعني هي أيقونة السياحة اللبنانية والآثار في لبنان. هذه القلعة تعرض محيطها لبعض الغارات، القلعة لا تزال بخير ونتمنى أن لا يصيبها أي مكروه، وخاصة أمام التصعيد على المنطقة اليوم. إحدى الضربات التي حصلت منذ يومين على سكنة غرو، وهي سكنة أيضا يعني بنيت خلال الانتداب الفرنسي، أصيبت وكان هناك أثار على مقرب منها، وهو حائط روماني يبعد مئات الأمتار عن قلعة بعلبك. تم تدمير جزء من هذا الحائط الروماني الذي يزيد عمره عن 2000 عام.
إضافة في بلدة دورس هناك ما يعرف بقبة دورس وهي تعود للحقبة المملوكية وعمرها 800 عام، تعرضت لبعض الأضرار. إضافة ل يعني بلدات أخرى، يعني منطقة بعلبك الهرمل هي منطقة غنية جدا جدا بالآثار ولا سيما الآثار الرومانية. في بلدة قصرنبة هناك آثار ومعابد رومانية تضرر قسم منها، ولو أن الأضرار لا تزال طفيفة في قصرنبة على الآثار، ولكن هناك ضرر، وهناك غارات كانت على بعد 50 متر فقط على عن أحد المواقع الأثرية. فنعم نحن يعني نخشى على الآثار، ولا سيما أن رأينا ما حصل في دول أخرى مثل العراق عندما يعني تم نهب وتدمير إضافة إلى العديد من الأثارات، كما رأينا ما حصل في سوريا، كما حصل في السابق في أفغانستان. نتمنى كما حصل في سور لا يكون تاريخنا بخطر. والنبطية أيضا سيد طبعا طبعا بشير. وفي سور والنبطية أيضا طبعا طبعا. طيب سيد بشير، اليوم بعد هذه الإنذارات، إنذارات الإخلاء، إلى أين يتجه أو ما هي تعليماتكم لسكان بعلبك؟ أين يتجهون؟ ما هي المناطق التي يمكن أن يكون فيها هناك مراكز إيواء؟ نعم، بالنسبة لبعلبك والأماكن المهددة حالياً، نطلب وطلبنا من المواطنين إما التوجه شمالا باتجاه بلدة عرسال، إما التوجه غربا باتجاه محافظة لبنان الشمالي عبر طريق عينات الأرز، إما التوجه جنوبا باتجاه محافظة البقاع وقضاء زحل تحديدا. يعني هناك ثلاثة خيارات أمامهم، علما أن الإمكانيات اللوجستية ضئيلة جدا. نحن يعني لا يوجد باصات جاهزة لنقل هؤلاء، البعض قام بالمغادرة سيرا على الأقدام، والبعض الآخر من لديهم السيارات طبعا استقلوا سياراتهم، ونحن نقوم بهذه العملية بالتنسيق وبمساعدة من الصليب الأحمر اللبناني.